لكن هل ترى في نفس الوقت يعني مع إرسال هذا المبعوث الأمريكي إلى المنطقة، مع عدم وجود أي حل سياسي أو حتى نجاح هذه الزيارة على أرض الواقع، السيد أحمد، أن واشنطن في نفس الوقت تحاول أن تمنع هذا التصعيد الإسرائيلي وفتح أيضا جبهة في الشمال اللبناني حتى لا تضعها إسرائيل في حرج؟ نعم، أمريكا تحاول، وقد يكون عندها جدية النية في المحاولة، ولكن الجانب الإسرائيلي عنده نوع من الابتزاز السياسي بدأ من 7 أكتوبر وحتى الآن. كل الزيارات المكوكية لكبار المسؤولين الأمريكان وصلوا للجانب الإسرائيلي وعلى رأسهم وزير الخارجية بينقي نبيل نتنياهو من على الأشياء المعروضة عليه ما يكون في صالحه، أنه لا ينهي الحرب، لا يوقف القتال، لا يتبادل الأسرى، بحيث يحاول أن ينتظر حتى الانتخابات. إن جاء ترامب فهو حليفه وصديقه، وحيديله كل الوعود اللي هو عاوزها، وحيحميه من الانتقادات ومن التحقيقات. وإن جاءت كاميلا هاريس فأيضا اللوب الصهيوني شغال في الداخل الأمريكي على الاثنين، بيحاولوا يدعموا الجانبين اللي هينجح فيهم. يعني نعلم أن اللوبي الصهيوني طبعا سيد أحمد منذ قديم الزمن في هذه الاستراتيجية المتخذة للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لكل الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية، هو مصلحة أو أمن إسرائيل أولا. واللوبي الصهيوني حتى بوسائل إعلامه يكون ضاغطا بشكل كبير على يعني نجاح المرشح الذي يمكن أن يدعم أمن إسرائيل. لكن توجد في هذه اللحظات يوجد المهاجرون، الأقليات أو الناخبون العرب، الناخبون الأفارقة، المسلمون. هل ترى أن كل هؤلاء ولهم أصوات كبيرة جدا، وخاصة فيما يسمى بالولايات المتأرجحة، ويعتقد أنه عدد هذه الولايات يبلغ 4، يعني هذه الولايات المتأرجحة كما هو معروف سيد أحمد أنها ولايات يعني تتحدث أو تختار بعقلانية وليس بشكل عاطفي. كيف يمكن أن يكون لهذا تأثير أيضا على عدم اتخاذ الولايات المتحدة أو المرشح الرئاسي أي اتجاهات في صالح إسرائيل؟ نحن في هذه المرحلة خاصة مع عقلانية الاختيارات للولايات المتأرجحة، يعني وعدم تصويتها بمزاج شعبي له عاطفة. نعم، في هذه المرحلة وجدنا كاميلا هاريس اللي كانت سيدة الظل، الحقيقة أثبتت في الشهر الأخير اللي فات أنها تستطيع أن تجابه ترامب وتحدث، يعني تعمل نوع من التغيير في عقلية وضمير الشعب الأمريكي. بتحاول تخاطب المهاجرين، الأقليات، الشباب، المرأة، عندها نقاط بتحاول بقدر الإمكان أنها تكسب تعاطف هذه الأقليات والعرب والمسلمين، لأنه طبعا المظاهرات اللي حصلت في الداخل الأمريكي في 10 شهور اللي فاتوا، مظاهرات الطلبة، ألقت بظلال من الخوف أن في قطاع عريض من الشعب ألقت بحجر في المياه الراكدة، ووضحت أن هناك يعني مزاج شعبي رافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي. نعم، فكاميلا هاريس أعتقد عندها توجه ممكن بقدر الإمكان هتكون أكثر حرصة وأكثر حصافة من ترامب. ترامب فتحها على البحري وبيقول لك يعني مساحة إسرائيل مش مكفية، وإن شاء الله لما هخش البيت الأبيض هوعدهم بأنها هديهم وهديهم وهديهم وهساعدهم. لا، كاميلا هاريس بتحاول بقدر الإمكان تعبر عن غضبها من ان ما ينفعش ابدا الاباده الجماعيه لاي مبيع اسرائيل، لكنها برضه في نفس التصريحات بتقول من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها، فكله بيحاول يمسك العصا من النص.